معانا النهارده اتنين شباب عاملين شغل حلو قوي، عاملين صناعه مصريه حلوه ولذيذه وشبابي، بس الكبار احنا هنلبسها لانها حاجات حلوه بصراحه جدا، وايام في الشتاء بتدفي لانهم مختارين كواليتي او جوده عاليه جدا. فخلينا كده نرحب النهارده باستاذ معاذ السبكي. اهلا يا معاذ، ازي حضرتك؟ انت منور، اهلا بيك يا استاذنا. واستاذ يوسف خيري، اهلا يا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك، شرفنا ومنور. ربنا يخليك ونورك. احكي لنا كده، انتوا بداتوا المشروع ده ازاي؟ والله احنا بدأنا المشروع ده من 3 سنين تقريبا. احنا كنا الاول مجموعة صحاب، وكان دايما عندنا شيء متشارك بينا ان احنا دايما بنحس ان احنا في متواجد في المجتمع المصري اللي هو زي ما بنسميها كده عقدة الخواجة كده، او البراندات. احنا لازم ناكل من براند مش مصري، لازم نجيب لبس مش مصري، لازم لو هنشتري اي حاجة من بره لازم تبقى من بره مش من مصر. ونلبس يفط. يفط، اليوم كله ماشيين يفط. وبعدين اكتشفنا ان احنا في حاجات كتير جدا احنا كشعب مصري بنقدر نعملها، وبنقدر نعملها بجوده كويسه جدا، لان ربنا في الحقيقه ما ميزش بني ادم عن التاني بحاجه ما نقدرش ننفذها يعني. ودليل على كده ان في براندز كبيره قوي عالميه بتصنع في مصر. ده اغلب اصلا اكبر البراندز اللي في العالم بيصنعوا الحاجه في مصر، وبعدين بتسافر بره يتحط عليها الليبل وترجع لنا تاني، وترجع لنا واحنا ندفع فلوسها اغلى 10 مرات. فابتدينا نقول طيب احنا عايزين نتحول من شعب مستهلك لشعب منتج، عايزين نكون لينا دور في ان احنا الحاجه اللي الناس بتشتريها بفلوس كتير جدا كمستهلك مصري يعني، ان هي تكون بسعر افوردبل اكتر، وتكون مناسب، وتكون في الاول وفي الاخر هي حاجه مصريه 100%، فتوفر فرص عمل للمصريين، والعائد بتاعها يبقى 100% لمصر. حضرتك دارس ايه؟ انا دارس اقتصاد وبزنس في الجامعه الامريكيه. ما شاء الله، اوكي. وبتشتغل ايه غير الشغل ده؟ بشتغل ايه غير الشغل ده؟ انا بشتغل معد بدني. بمرن رياضيين، ومرن منتخب مصر للناشئين في الهاندبول. ومرن بقى لعيبه في كذا رياضه مختلفه، لعيبه الكوره ولعيبه السكواش. طب عندي استفسار ممكن بعض الناس يقولوا دلوقتي. دخلت الجامعه الامريكيه اللي هي اغلى جامعه في مصر. ومن اصعبهم. وتخصصت في حاجه في ايكونومكس، اقتصاد، دي حاجه قوية جدا. صح. كده طلعت اشتغلت مدرب حاجات بدنية. وعملت مشروع لإنتاج. صح. الملابس. صح. ايه؟ مش دي غريبة بالنسبة لبعض الناس؟ طبعا. اهلك عادي بالنسبة لهم؟ الصراحة اهلي من اكتر الناس اللي دايما بيدوني سبورت اتجاه الشيء اللي انا بقوله. هيضربوني. لا لا، انا دايما اهلي مستنيين. لا لا، اهلي دايما بيدوني سبورت في الحاجة اللي هم شايفين ان انا حاببها، وشايفين ان انا فعلا هكون بحط فيها مجهود، وانا سعيد ان انا بحط المجهود ده. برافو عليك. فما كانوش عمرهم معارضين لده يعني. اوكي. وانا الصراحة يعني الواحد بس بعد ما اتخرج من الجامعة اكتشف ان هو لحد كبير في السن الصغير لما كان بيختار انا هخش ميجر ايه وهعمل ايه وكده، ما كانش لسه عنده الادراك الكافي يعني ان هو عايز يعمل ايه في المستقبل. صحيح. طيب هنروح ليوسف. يوسف انت دارس ايه؟ هندسه ميكانيكا. وبتشتغل فيها؟ لا، انا شغال مدير مشتريات عمليات في شركه انتاج البان. فشغال فيها بقالي 4 سنين. ما هو وشك مورد عشان الحمد لله. بس ومن ساعة ما اتخرجت يعني، وانا كنا بدأنا يعني زي بقالنا. انت بس مهندس ميكانيكا انتاج جامعة امريكية برضه. جامعة امريكية. انت مستوعب التخصص اللي انت فيه، وان انت ما اشتغلتش في الهندسة؟ ما اشتغلتش في الهندسة خالص. بس شغلي اللي هو الاساسي في جزء تكنيكال يعني، او جزء بسيط. فني شويه بسيط طبعا. بس اكتر ناحيه الاختيار الانسب لشراء الخدمه او الحاجه اللي احنا بنبقى محتاجينها. اوكي. يعني ان كان مشروع او ان كان احتياجات. اوكي. والمشروع اللي انت مشترك معاهم فيه انت بتعمل فيه ايه بالظبط؟ انا مسؤول عن العمليات بشكل عام، من اول التخزين او الاستلام من الانتاج لغاية التخزين وتوصيل الاوردرات ومتابعة يعني كاستمر سيرفيس كده. كله بياكل اونلاين؟ لا، احنا منتشرين في اكتر من 10 محلات. اسكندرية، منصورة، اسماعيلية، القاهرة، كذا حتة في القاهرة. وبننزل البازارات او المعارض.
حتى عندنا بازار يوم السبت، اتمنى تنورنا وتشوف المنتجات يعني لايف واثناء البيع. فمين اللي احنا منتشرين في المحلات اللي بتساعد على بتاعت الشباب، الحاجات بتاعت الشباب بالظبط. اوكي، وانا متحمس للمحلات دي قوي واللي انتوا بتعملوه ده قوي، وانا سعيد بحاجه. بصوا انا عندي عقده من موضوع البراندات العالميه، وعمري ما تجرأت اني ادفع فلوس فيها، وما اقدرش اتخيل نفسي ماشي لابس تيشيرت او ماسك شنطه او حزام عليها اسم البراند وانا متحول الى يافطه. وبصراحه انا بعيب على اللي بيلبسوا كده، والبراندات دي تلات ارباعها بيبقى بيضرب، وفي حاجه اسمها ميرور وكوبي وقصص كده تنرفز. ولما بطلع اقول للناس كده يقول لي هو احنا يعني فيها ايه من نلبس كوبي؟ كوبي يعني مزور، اللي هيلبس كوبي يبقى هو كوبي من الاخر، ما عندوش شخصيه. اللي هيلبس حاجه مزوره مضروبه يبقى هو مضروب من غير زعل. انت ممكن تنزل تجيب الحاجات اللي هم لابسينها، لبس اهو واللي بنشوفه في العرض الازياء، لبس مصري حلو شيك بجوده عاليه سعر مناسب، مش منتشر ومش معمول منه كوبي، ما حدش مقلده اصلا. فبدل ما تروح تبقى انت شخص لابس حاجه مضروبه، فانت هتبقى مضروب في الحقيقه ستات ورجاله. واللي انا فرحان بيه قوي ان شباب حضراتكم واللي اصغر منكم، الجيل الاصغر منكم كلهم بشوفهم في البازارات بتاعتكم. انتوا عاملين برضو بازارات مقفوله عليكم، دي حاجه تحترم وانا مع ده. كم الشباب الصغيرين اللي في المدارس الثانوي واعدادي وفي الجامعه داخلين يلبسوا مصري ومفيش في بالهم موضوع البراندات، ما عندهمش العقد، رغم ان بعضهم وممكن كتير منهم اهاليهم ممكن يقولوا ايه ده؟ لا البس فوق مش عارف ايه، هم مش عايزين يتمنظروا اصلا، لان هم احنا اللي بنحلي الهدوم، احنا اللي بندي الهدوم قيمه، مش هلبس براند غالي ومكتوب عليه يافطه قد كده يبقى ده اللي هيعمل لي قيمه، دي تبقى كارثه لو احنا بنفكر كده، صح ولا غلط؟ لا صح 100%. يعني طيب انتوا بتعملوا كميات من الهدوم؟ اوكي. مين الديزاينر؟ مين المصمم؟ انتوا كلكم بتصمموا ولا ايه؟ لا احنا اربعه بارتنرز. مين اساميهم طيب؟ في انا ويوسف، وفي احمد ايمن، احمد ايمن اللي ماسك الماركتنج، وفي محمد مدحت، محمد مدحت هو اللي ماسك الديزاين. هم المره الجايه اللي هيطلعوا معايا ان شاء الله. ما عنديش مكان الاربعه. اوكي. محمد هو اللي ماسك الديزاين من دي 1، يعني فتحنا البراند الاول خالص كان محمد هو الكل في الكل في جزء الديزاين ده، هو اللي بيحط الرود احنا هنديزاين ايه وهنعمل دلوقتي ايه. دلوقتي يوسف بيغلس عليه. لا. لا لا انا طيب والله. لا. لا وهو اللي كان بيديزاين كمان بايده. بعد شويه الحمد لله بعد ما عملنا شويه جروث ابتدينا نبقى بنفريلانس ديزاينرز، فنبقى احنا بنحط البلان بتاعتنا وبنعمل الريسيرش بتاعنا وكده وعندنا في ديزاينر يعمل. طيب احكي لي بقى بتنقوا الخامات ازاي؟ يعني انتوا مختارين، انا مسكت الخامات، خامات حلوه قوي والالوان هي من لي يعني في العموم الخامات كلها بنشتريها من السوق المحلي، بنختار اعلى جوده ممكنه اللي احنا نرضى نلبسه ونرضى ان اهالينا يلبسوه واصحابنا واخواتنا، بحيث ان بص قال لك كلمه مهمه قوي اللي احنا نقدر نلبسه واهالينا يلبسوه. مظبوط. فده الامانه. اتفضل. مظبوط. فبالتالي بنختار الجوده اللي احنا بنحس ان هنقدر نطلع منها قطعه تليق بشخصيه البراند، بالشخصيه اللي احنا عايزين نعكسها للناس. فده بيبقى الاختيار بناء على الطريقه دي. طبعا بنجيب بقى عينات وده ليها طريقه معينه يوسف في الشغل. يوسف هسالك سؤال خارج عن نطاق الموضوع. اكيد. في كتير انا بقعد مع شباب قدكم بيقولوا احنا مش لاقيين شغل ومصر ما فيهاش شغل، وانتوا كل واحد فيكم بيشتغل بدل شغلنا اتنين. مصر ما فيهاش شغل؟ لا هي فيها شغل، بس الفكره كلها ان الشباب بتدور على الحياه المثاليه اللي هو عايز يبدا بيها، فممكن يكون قدامه فرصه شغل معينه هو بيقول لا مش دي اللي انا عايز ابدا بيها حياتي، ومش دي اللي انا عايز ادوس بيها، ومش دي اللي هتديني البرستيج اللي انا بفكر فيه. فهي في فرص، وفي فرص موجوده كتير. واقل مثال احنا كبراند احنا بدانا كنا اربعه، دلوقتي احنا 11. 11 ايه؟ 11 واحد شريك. في الشركه. لا 11 في الشركه. اربعه الشركه. اربعه المؤسسين. ومعاكم
غيركم بيشتغلوا ومعانا سبعه كمان بيشتغلوا معانا. ففي فرص بتبدا من اول شركات صغيره ناشئه زي حالتنا كده لغايه شركات كبيره. ففي الاخر اللي بيسعى وبيدور هيلاقي، وفي الاخر اختار اللي انت حبه كل حاجه. بس زيكم ما انتوا عملتوا، انت راجل دارس هندسه ميكانيكا في الجامعه الامريكيه اغلى جامعه في مصر واهم جامعه في مصر، وفي الاخر طلعت اشتغلت في مصنع كبير خاص بالالبان وعملت المشروع الخاص بيك، واكيد بداته ببادجت صغيره. وحضرتك نفس القصه بالزبط. انت موافق على اللي هو بيقوله مصر فيها شغل؟ انا موافق جدا بصراحه جدا. مصر طبعا فيها شغل وفيها شغل كتير. عارف الناس دلوقتي هيقولوا عليك بايه؟ بتطبلوا. لا لا هي لا هي لا هي, هي, هي اصل احنا بنتكلم بصراحه. لا لو اتكلمنا بصراحه على حاجه ايجابيه يقول لك كده. لا هو يعني اصل احنا السؤال اللي احنا بنطرحه هل في فرص شغل؟ هو 100% في فرص شغل. هل الناس شايفه ان فرص الشغل دي مناسبه ليها او لا؟ دخلها مناسب ولا لا؟ الحاجه اللي هيعملها مناسبه ولا لا؟ ده موضوع تاني خالص. بس هل في فرصه ان انت تشتغل؟ طبعا في فرصه ان انت تشتغل. هل في فرصه ان انت تعمل بزنس او مشروع صغير بفلوس قليله وتكبره؟ طبعا. صح؟ طبعا. اوكي. بس محتاج وقت ومجهود. محتاج وقت وصبر. كنت لسه هقول حالا صبر. امانه. صبر وامانه. مظبوط. هنشوف فاصل ونرجع نشوف الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم على صراحتك. رجعنا لكم مره ثانيه، والنهارده مشرفينا ومنورينا براند حلو قوي اسمه زي، نازل الفيسبوك والانستجرام الخاص بيهم على الشاشه، معاذ السبكي ويوسف خيري عاملين شغل حلو قوي. وعلى فكره الحاجات اللي هم عاملينها بتمشي رجالي وحريمي يعني كده، وعايزين اطفال في الخطه. في الخطه. في الخطه ان شاء الله المستقبليه. طيب انتوا قلت لي ان انتوا بتبيعوا من الاونلاين الانستجرام الفيسبوك وفي بعض البازارات والمحلات اللي انتوا بتعرضوا فيها، هل في اي منتجات بتصدروها بره ولا لسه؟ لا حاليا لسه ما بنصدرش، بس ده في الخطط القريبه جدا ان شاء الله يعني. انا شايف ان حاجتكم لازم تتصدر. ربنا يخليك والله. صح يا يوسف؟ ان شاء الله لازم تتصدر. حطوا لنا الفيسبوك والانستجرام مره تانية، زي براند مصري بجوده عاليه جدا، اسعار حلوه قوي، شباب مصري زي الفل، عاملين الشغل بامانه، عاملين الوان حلوه، جوده عاليه. وبعد رمضان هيجونا بقى بالكولكشن الصيفي، هتلاقوا عاملين حاجات حلوه قوي، هتشوفوهم معانا دايما. طب تيجوا نشوف اخر جزء؟ يلا اخر جزء من عرض الازياء. مزيكا.
النهارده شرفونا ونورونا بالحاجات الحلوه بوجودهم طبعا استاذ معاذ السبكي واستاذ يوسف خيري. شفنا حاجتكم، حاجتكم حلوه قوي، هنستناكم على كولكشن الصيفي ان شاء الله. شرفونا النهارده، اهلا وسهلا.